اليوريا بريز تيست ده بيعتمد على ان انا هدي العيان ليبلد يوريا ب ليبلد كربون 14 او 13، وبعدين بعد حوالي من 10 ل 30 منت هخلي العيان اكسهيل، ده هجمع الاكسهاليشن بتاعه ده في كيس معين او بالون معينه كده، واعمل لها اناليسز واشوف الاكسهاليشن ده فيه كربون دايوكسيد اللي هو واخده ده اللي هو الليبلد ولا ايه. لو طلع فيه يبقى ده اشوف نسبته كام، كمان هو كوانتيتيف كويس يعني كوانتيتيف تيست يقدر يحسب لي الكميه اللي طالعه قد ايه والكميه اللي هو خدها. فده انديكيشن ان في يورياز انزيم، يبقى ده انديكيشن ان في اتش بايلوري موجوده. فده بيبقى دايجنوستيك تيست، السبيسيفيتي والسنسيتيفيتي بتاعته بتبقى اكتر من 90% وكويس قوي عشان الكونفرميشن بتاع الاتش بايلوري. ان انا بحدد السورس بتاع الالسر الايتيولوجي بتاعها، ان بروموت الهيلينج، ان اساعد على اديها حاجات تساعد على الهيلينج، ريليف السيمتومز اي بين اي بلاد لوس لو في فومتين، كل الحاجات دي ادي سيمتوماتيك تريتمنت ليها، امنع ريكورنس بتاعها ودي مينتنس ثيرابي، امنع اي كومبليكيشن من الهيموريدج والبرفوريشن وكل الكومبليكيشنز بتاعتها، واخر حاجه لو هي السبب بتاعها الاتش بايلوري بعمل اراديكيشن للاتش بايلوري. المانجمنت بقى هيكون اول حاجه لايف ستايل موديفيكيشن، ازاي اعمل نون فارماكولوجيكال تريتمنت، تاني حاجه هايبو سكريتوري دراج ثيرابي، يعني هدي الحاجات اللي هتقلل الاجريسيف فاكتورز اللي عامله المشكله، واللي بعد كده اتش بايلوري ايراديكيشن ثيرابي، يعني لو انا عملت دايجنوزز عرفت من الدايجنوزز عرفت ان انا عندي اتش بايلوري، فازاي هدي ثيرابي يعمل ايراديكيشن للاتش بايلوري، واخر حاجه لو الحاجات دي كلها ما مشيتش في حاله النون اتش بايلوري هعمل السيرجري. الجنرال ميجرمنتس بتاع المانجمنت او النون فارماكولوجيكال تريتمنت، اول حاجه ان انا بنصح العيان بالريست وان هو يقلل الاسترس، وان هو لو شغله فيه حاجه بتعمل استرس او الستايل لايف ستايل بتاعته بياخد ماينور ترانكلايزر، ان هو يبقى فيه فيزيكال ريست، وخصوصا لو هي في اكيوت هيموراجيك السر يعني في بليدنج. تاني حاجة الدايت، بالنسبة للدايت بقى أهم حاجة انه يقسم على small frequent light meals، يعني ياكل من 5 ل 6 مرات، ياكل small meals تبقى non irritating، لو في اي spices في الفود يشيلها. الملك طبعا من الحاجات اللي بينصح بيها وبتريح بعض الناس، لكن في ريزنبل اماونتس، لانه لو زاد كميه الملك ممكن تعمل ريباوند هايبر اسيديتي نتيجه اللي هو الاكسسيف ملك، والاكسسيف ملك بيبقى فيه اكسس كالسيوم وبروتين، وده ممكن يعمل استيميليشن للجاسترين فريباوند هايبر اسيديتي. فالملك بيبقى reasonable amounts. طبعا الملك والفات من الحاجات اللي بتريح العيان، الفاتس بتقلل الموتيلتي وبتقلل الاسيديتي. الحاجات بقى اللي لازم المريض يتجنبها طبعا زي ما قلنا افويد الهيفي ميل، سبايسي فود، الحاجات فيها خل، حاجات مثلا فرايد ميت، الحاجات المقلية، كمان الحاجة الساقعة، البيفرج، الزنسينز، الكافي والتي والكربونيتد والالكحوليك درينكس، السموكينج، والدراجز بقى اللي هو المفروض يتجنبها، الباراسيمباثومايميتكس، الجلوكوكورتيكويدز، النانسترود الانتي انفلاماتوري استبدلها بباراستامول، الحاجات اللي فيها الهستامين والبوتاسيوم كلورايد عشان بتعمل اريتيشن. الدراج ثيرابي بقى اللي العيان بياخده، اول حاجه الانتاسيز، ودي بتبقى سيمتوماتيك تريتمنت، حاجه تشتغل تعمل نيوتراليزيشن لسكريتد اتش سي ال، بس ده حاجه مش هيستمر على طول، ده مجرد انها تعمل ريليف وتحسسه بالراحه. وطبعا انواعها زي ما خدناها قبل كده في الكوميونتي، كيميكال وفيزيكال،
وحاجات لها سيستميك اكشن وحاجات لها لوكال اكشن. الانتاسيس دي طبعا بتبقى موجوده في السوق ك او تي سي بريباريشن. تاني حاجه الانتي سكريتوري دراج، الحاجات بقى اللي هتقلل او هتمنع الاسيد سكريشن. الحاجات اللي هتقلل الاسيد سكريشن زي الاتش 2 بلوكرز اللي هي الهيستامين، اللي بتشتغل على ال H2 receptor histaminic antagonist، وال PPI اللي هي البروتون بامب انهيبيتور، والماسكارينيك انتاجونست. دي كلها انتي سكريتوري دراجز. في كمان عندي الميكوزال بروتكتيف، حاجات هتشتغل على انها بتزود الديفنسيف ميكانيزم، هتعمل بروتكشن للميكوزا، تزود الميكوزال ريزيستنس زي ما قلنا قبل كده، زي البروستاجلاندين انالوج، الميزوبريستول مثلا، او السكرالفيت، الكولويدال بيزمس، او الكاربينوكسولون. دول كلهم هيشتغلوا على ان هم يعملوا بروتكشن للميكوزا. اخر جروب اللي هي حاجه هتعمل ايراديكيشن للاتش بايلوري، دول اللي هم الانتي مايكروبيال ايجنتس زي الكاليرثرومايسين، اموكسيسيلين، ميترونيدازول، ساعات لو في اي الرجي بيستخدموا تتراسايكلين. يبقى كل دول بيعتبروا انتي مايكروبيال ايجنت يستخدموا لو ثبت ان هي نتيجه للاتش بايلوري. اول حاجه في الدراجز اللي احنا قلنا بنستعملها هي الانتاسيد، وطبعا قلنا سيمتوماتيك تريتمنت، بتعمل نيوتراليزيشن للاسيد فبتقلل البين، وبتعلي طبعا البي اتش، بتقلل الاكتيفيتي بتاع البيبسين. البيبسينوجين زي ما قلنا عشان يتحول لبيبسين محتاج اسيدك ميديا ومحتاج اسيدك بي اتش. بتتاخد ازاي؟ بتتاخد 1 hour after meal بعد الاكل بساعه، وبيفضل الافكت بتاعها لمده بسيطه لحوالي ساعة أو ساعتين. ما ينفعش طبعا أمشي العين عليها على طول، لكن دي بتبقى كحاجة تعمل ريليف للبين وحاجة مؤقتة. أنواعها زي ما احنا عرفناها قبل كده في كورس الكوميونيتي، عرفت ان انا في منها حاجات سيستماتيك وفي حاجات لوكال. السيستماتيك اللي هي ممكن يحصل لها سيستميك ابسوربشن، اللي هي زي مثلا الصوديوم بايكارب، وطبعا يبقى ليها مشكلة انها لو اتاخدت لفترة طويلة ممكن تزود الصوديوم وتعمل هايبر ناتريميا وصوديوم موتر ريتنشن. لكن بقية الانواع زي الحاجات كلها اللي بتتاخد او تي سي، اللي هي المغنيسيوم سولت، الكالسيوم سولت، الالومنيوم سولت، المغنيسيوم والالومنيوم اوكسايد وهيدروكسايد، كل دول بيستخدموا زي المالوكس والابكوجيل والميوكوجيل. الحاجات الموجودة في السوق دي كلها بتستخدم كسيمتوماتيك تريتمنت.